السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الأعزاء. اليوم نشوف هذه الثلاجة ديال كومبيني ديال سامسونج الـ RB34 صنع بولندا. الثلاجة كومبيني هي الثلاجة اللي كيكون عندها الكونجيلاتور لتحت بلي تيروار، فهي اليوم غادي نشوفها بواحد الشكل مختلف. غنشوفها بواحد الشكل ديال البيسبوك اللي تيكون كيتركبوا فيها واحد لي بانيل اللي كيخليونا او اللي كيمكننا اننا نغير الكولور ديال الثلاجة. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نشوفوا المميزات ديال هذه الثلاجة هذه، ونشوفوا الالوان اللي فيها والخصائص ديالها والثمن ديالها. اول حاجه، من بعد ما بلاصينا الثلاجه دي بلاصتها، غادي نزولوا ليها لومبالاج. غادي تجينا على هذا الشكل، هذا كتجي هكا نوار في هذا الشكل، وتيكون في جناب ديالها هكا واحد بحال سكات صغار فين كي اللي كيمكنونا اننا نبلاصيو هذوك لي بانيل بكل سهوله. سكات هما هادو، هما كاينين في الباب ديال الثلاجه الفوق، وكاينين كذلك حتى في الباب ديال الكونجيلاتور لتحت. هادو تيكون هادوك السكات كيمكنو انه اي واحد يمكن يركب هادوك لي بانيل بكل سهوله. لي بانيل هما هادو، تيكونوا بجوج، هذاك الطويل هو الفوقاني ديال الثلاجه الفوق، وذاك القصير هو ديال الكونجيلاتور اللي كيتركب لتحت. تيكونوا فيهم الالوان، مثلا هنايا اختاريت الكولور بلو، ها هي راه مكتوبه تما. غادي نركبوهم ونشوفوا كل واحد، غادي نحلوهم بعد. دابا غنشوفوا بالنسبه بانيل الكونجيلاتور، هو هذا غادي نركبه بلاصتو، غيعطينا هذا الشكل هذا بحال هكا، تيجي على هذا الشكل هذا. دابا بقى لينا تاع الثلاجه، حتى هو غادي نركبو بلاصتو. ديال الثلاجه هو هذا، من بعد ما حليناه غادي نبلاصيوه بلاصتو بكل سهوله، نفس الطريقه باش بلاصينا ديال الكونجيلاتور. كنبلاصيوه وكيعطينا هذا الشكل هذا بحال هكا. في الاخير كيجي الشكل النهائي ديال الثلاجه هو هذا، يعني كنقدروا نبدلوا ليها الكولور ديالها. مثلا جانا هنايا بلو سيال، وممكن يعني الانسان يختار كولور واحد اخر، ممكن يختار نوار مات، ممكن يختار بلو ميتاليك، ممكن يختار البيج، ممكن يختار الوردي، يعني اي كولور تيكون عندك الحق انك تختاره. ممكن انك دير الكونجيلاتور في كولور والثلاجه في كولور، ممكن دير لهم نفس الكولور كما درت لهم انايا دابا، يعني تيكون بزاف د الاختيارات، يعني على حساب الانسان كيبغي يدير اللون ديال الثلاجه اسورتي مثلا مع اللون ديال الزليج او اللون ديال الحيط او لا، يعني الاذواق لا تناقش. بالنسبه لهذا الشكل الداخلي ديال هذه الثلاجه هذه، كما كتشوفوا كتجي فيها ثلاثه ديال لي تيروار، كدير غير لا فابور فيها التيروار هذا ديال الفخوي والخضار وداكشي. الكونجيلاتور ديالها كتكون فيه ثلاثه ديال المجوره، كيجي على هذا الشكل. خصوص هاد الثلاجه هادي راه نوفروس، يعني كدير غير البخار، ما كديرش الثلج ابدا، ومن لا مارك العالميه ديال سامسونج. الكومبيني اللي تيكون عندها الكونجيلاتور لتحت فيها ا دو بلس، يعني ايكونوميك، ما كتكونسوميش الضو بزاف. وصراحه الاغلبيه ديال الكليان اللي جربوها راه تيشكروها، قال لي هاد الميزه الجديده اللي فيها الصراحه راه ميزه واعره، يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو يكون المطبخ ديالهم اكثر اناقه واكثر جوده، راه ممكن انه يغير بها هذا اللون. واحد الحاجه واحده اخرى هي انه ممكن تختار هذا اللون هذا، ومن بعد تبغي تبدلو مثلا، يعني خديتي دابا بلو سيل وبغيتي ترجعو مثلا بلون، او بغيتي ترجعو مثلا بيج او شي لون واحد اخر، راه ممكن تاخذ لي بانيل بوحدهم، تزول هذوك لي بانيل القدام وتركب لي بانيل جداد بكل سهوله. يعني لي بانيل راه كيتباعو بوحدهم، يعني ممكن تلقاهم متوفرين حاليا في الاسواق. خصوص الثمن ديالها هادي، راه حاليا ديالها 6000 درهم، الثمن اللي هو مناسب جدا. وبخصوص الكارونتي، الشركه ديال سامسونج كتعطي فيها عام ديال الكارونتي، يعني كان فيها شي مشكل في مده عام السيرفيس ديال سامسونج كيجي حتى لعندكم ويتكلف بالصيانه ديالها. هادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم. للطلب او الاستفسار مرجو التواصل معنا، غادي نخلي لكم المعلومات والرقم ديال الهاتف لتحت، وتحياتي لكم.